احبائي خليني اخذ المكالمه من الاخ ايهاب عطيه. اهلا وسهلا اخ ايهاب، انت معانا على الهواء. اهلا استاذ نزار، اتمنى تبقى بخير وسلام، اشكرك على كل تعبك ومحبتك وخدمتك. حبيبي احنا بنشكرك يا اخ ايهاب، احنا بنشكر رب من اجلك وعلى العمل الجبار اللي عم بتقوم في منطقه كندا. عندي سؤال اخ ايهاب، يعني هو الموضوع دور الكنيسة يعني في زمن الكورونا، وأنا بعرف أنك أنت بتدعو دائما لاجتماعات الخدام واجتماعات الوحدة واجتماعات الصلاة، احكي لنا عن دور الكنيسة ولا سيما من خلال الاجتماعات اللي بتقوموا فيها. أمين. احنا كلنا متهيألي متحدين في أن دور الكنيسة لن يتغير أبدا ولن يتغير، هو دايما انه دايما الرب يسوع قال في متى 28 دفع الي كل السلطان في السماء وعلى الارض فاذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس وعلموهم ان يحفظوا جميع ما اوصيتكم به وها انا معكم كل الايام الى انقضاء الدهر. وفي ضوء الموضوع دوت انا متهيألي الكنيسه محتاجه انها تتحد مع بعض بقلب واحد زي ما أفسس كده بيقول لنا، أفسس الأربعة بيقول لنا فأطلب إليكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم بها بكل تواضع ووداعة وبطول أنا محتملين بعضكم بعضا في المحبة مجتهدين أن تحفظوا وحدانية الروح برباط السلام. ومتهيألي هي المحبة والوحدة هو الصوت اللي بيخرج للعالم يقول انه جسد يسوع المسيح على الارض مازال حي يعلن عن من هو يسوع المسيح. دور الكنيسه انها دايما تبقى الصوت اللي بيوجه الناس لطريق الخلاص الوحيد من خلال يسوع المسيح. ازاي نعمله ده؟ ان احنا نبقى مع بعض متكلين شولدر تو شولدر، كتف الكتف مع اخواتنا القدام والكنائس والاسس، ان نبقى زي مع بعض متحدين ان احنا نعلن ملكوت ربنا يسوع المسيح. وده متهيألي بيوحدنا أكثر لما بنعمل اجتماعات الصلاة ونجتمع مع بعض، إن روح القدس بيشعل قلوبنا إنها إن الكنيسة تفضل معلية صوتها ورافعة راية الصلاة في هذا الزمن. وأنا متهيألي نقدر نشهد مع بقية الناس كلها إنه ربنا استخدم الوقت ده استراتيجي، نقدر نقول حاجة استراتيجية فعلا الكنيسة انها ازاي تعلن الامل، ازاي تعلن انه في هوب دير، انه ربنا ضابط الكل وهو ده اللي محتاجين كلنا نلتفح حوله. ومتهيألي الكنيسة دلوقتي مر عليها عصور كتير، انما العصر اللي احنا فيه دوت زي ما كده الكتاب بيقول اللي قالت اليكم نهاية الايام، ازاي ان احنا نبقى شهود عن ربنا في الوقت ده.